الحمد لله طيب. الأطفال المسجلين الذين يسعون لحفظ القرآن الكريم وترتيله. وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إلى ساكنة وهران نقدم هذه الاحتفالية، احتفالية اختتام الموسم القرآني لجزائر الخير وهران. جزائر الخير وهران بمدارسها القرآنية وفضاءاتها القرآنية المنتشرة عبر تراب الولاية، ولاية وهران، تحيي اليوم وفي هذه الحديقة بشارع محمد خميسي رحمه الله أحد رموز هذا الوطن، تحيي اليوم احتفالية اختتام الموسم القرآني. وقبل يومين ختمت في مدارسنا الخاتمة رقم 34 ولله الحمد، على أننا في المستقبل القريب إن شاء الله نحضر لحفل كبير، حفل تخريج الدفعة الثالثة، والذي سيكون إن شاء الله في المستقبل القريب بمناسبة المولد النبوي. هذه الجمعية المباركة المساهمة في التوعية، في نشر الخير، نشر الوعي، اليوم رانا معها في إنجازها العظيم، حفل أو فعاليات اختتام الموسم القرآني وتخرج دفعة يعني ما شاء الله من القراء والحفاظ. والمعنونة من وهران إلى عسقلان، احنا دائما فلسطين حاضرة في قلوبنا. وأختم بقولي إن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. نتذكر شهداء وهران، ونتذكر شهداء الأقصى، ونتذكر شهداء غزة. فنحن في ووسم هذا النشاط من وهران إلى عسقلان، من وهران إلى عسقلان، وهو من ضمن هذا التوسيم لهذا النشاط هو دعم المقاومة الفلسطينية والنضال الشعب الفلسطيني الذي يرابط على أكناف بيت المقدس. أولا وقبل كل شيء نشكر الشيخ فضيل بلعظم ونشكر جمعية جزائر الخير على هذه الأمسية الرائعة، حق التفاتة جيدة لأهل القرآن وأهل الله وخاصته. كأول مرة يقام هذا الحفل على مستوى هذه الحديقة، على مستوى هذا الشارع، شارع محمد خميسي الشهيد محمد خميسي، فنشكر جمعية جزائر الخير وبارك الله في القيمين على هذا الحفل الطيب المبارك. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.